صباح الخير او مساء الخير يا برج السرطان. انت حاليا قلت له خلاص امشي، عايز تمشي امشي، عملته ببرود. من الاخر انت بتعامل ببرود. ليه بقى؟ هقول لك ليه بنقول برود. لانه شايفك ان انت كسرت قلبه، وان انت يعني عملته الطريقة حادة قوي. هي مش حادة، هي طريقة صح. انت كلمته بالعقل، انت قلت له انت بتتقمص مثلا، او انت تاخد على خاطرك بالاوفر، فقال لك لا انا ما باخدش على خاطري، انا بتقمص وهو بتقمص، انا بتقمص، لا 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 مش الكلام ده، ده انت اللي حاد، ده انت وانت وانت، انتوا لقحتوا على بعض. فقال لك لا انا همشي بقى اتقمص بقى. بس هو مجروح منك على فكره. او ممكن تكون انت كلمته في حاجه عاديه جدا، بيتحكم فيك مثلا، عايز يتحكم مثلا، فقلت له لا ما بحبش حد يتحكم فيا، فانجرح منك، اللي هو ازاي انت بتحبني وتقول لي مش عايز اسيطر على حياتك. بس انت شايفه انه فرصه، وانه علاقه حلوه، وانها كانت علاقه لذيذه جدا، وكانت فرصه بجد حقيقيه. يعني هو ما دام انت شايفه كده يبقى هو اتقمص، ما هو حاجه من الاثنين. ده واحد مقموص، ده واحد عارف العيال الصغيره اللي هي انت مش هتجيب لي العروسه دي، انا مش واخد حاجه خالص يا ابني، طب خد سبايدر مان، لا انا هاخد دي. فمقموص وقال لك، وقعد بقى عايش في دور الاحزان بقى، والطعن في قلبه والكلام ده كله. وممكن بقى يكون القراءه عكسيه في اللي انا هقوله ده. ممكن تكون انت اكتشفت انه هو بيقدم عرض لحد تاني، علاقه ثلاثيه، عنده اختيارات تانيه، عنده اختيارات تانيه. سوري يا برج السرطان، ما كنت بعمل حاجه. بس طيب نرجع بقى لمرجوعنا. انت ممكن تكون اكتشفت ان هو عنده اختيارات تانيه، في شخص تاني هو مقدم له عرض، و اوكي، ورحت مديله في سنانه. قلت له ايه ده، ده انا صابر عليك وانت عمال تلعب بديلك، ده انا هوريك، طب اصبر عليا، ده انا هديك بنيه، استنى بس. فممكن تكون كانت علاقه ثلاثيه، كانت علاقه ثلاثيه. لو ما كانتش القراءه عكسيه، وان ان ان ان, إن, إن انت اللي تعبان وانت اللي رحلت، وهو اللي هنا، هو اللي شايفك فرصه وعايز يقدم لك فرصه جديده، فهي كالاتي: ان هو كانت علاقه ثلاثيه، وفي حد الطرف الثالث اداله السيف في قلبه وطرده من حياته، لان هنا في عرض مرفوض. بالظبط، وتعبان قوي، فانت زي ما تكون بتقدم، يعني ممكن تعمل مصالحه، ممكن يعني اللي هو تعالى طب نبدا تاني وننسى اللي فات مثلا او كده، لو كده. انما لو مش كده، وهو انت اللي هنا، انت اللي اكتشفت العلاقه الثلاثيه، فهو عايز يقدم لك عرض جديد، لو قراءه عكسي. طب ايه الخطوه اللي عايز ياخدها؟ الخطوه اللي عايز ياخدها الكوين اوف وندز. خلي بالك ان دول بيراقبوا بعض. بص، ده بصص على ده، وده بصص على ده، يعني واحد خايف والتاني عامل البرم. بالظبط، شهدت حلو قوي. فانا ايه، هذا الشخص شخص غريب جدا، كوين اوف وندز. قراءتك غريبه يا برج السرطان. هي كانت علاقه ثلاثيه، اعتقد كانت علاقه ثلاثيه، كانت هناك علاقه ثلاثيه، وحاليا الشخص ده رحل عن هذه العلاقة. لو هنتكلم بقى، اوكي، رحل عن هذه العلاقة، رحل عن هذه العلاقة، وعايز يقدم لك عرض جديد. يقول لك مساء الخير، انا عايز اقدم لك عرض جديد. ما انتش عايز، خايف منه جدا وقلقان جدا، اللي هو قدم لي عرض ايه، تقدم لي عرض ايه، ده انت بهدلتني، ده انت عرفت عليا. الشخص ده كان في علاقه ثلاثيه،
تمام، الشخص ده كان في علاقة ثلاثية وانت هو حاليا تعبان من العلاقة الثالثة دي، وانت مستريح مسيطر على روحك خلاص نسيبه اصلا، وشايف ان هو مقدم لك عرض صح كده، هو مقدم لك عرض، مقدم لك عرض جديد بعد جرح القلب ده، وبيقول لك تعال نشيل بقى الماضي ونحتفل، ايه رأيك نشيل الماضي ده ونحتفل، ويقدم لك عرض اللي هو ايه مثلا، يعني انا شايف نفسي ولكن انا عايزك على فكرة وخليك انت الملك، انا زهقتي التالتة اهو تعال انت مكانها بقى، بس انت قلقان قوي بتقول لا، انت زعلان منه قوي، انت متخوف منه لان هو خذلك، هو خذلك زي ما يكون كان منيمك. ده انت بالظبط، انت خايف، انت عايز تبتدي دايت جديده ماشي، اللي متفقين على دي بقى برج سرطان، اوكي عايز بدايه جديده وعايز العلاقه دي تتوازن، بس انت خايف وحاسس ان العلاقه دي مليانه غموض وانه كان مخبي عليك. ايوه ده كان مخبي عليك، انت ممكن تكون اكتشفت انه كان مرتبط اصلا وهو معاك، بس الشخص الثالث ده على فكره بهدله حرفيا، في ثلاث سيوف، سيفك وسيفه هو وسيف بقى الطرف الثالث، فانت خايف حاسس ان في بدايه جديده، اوكي انت مقدم لي عرض مصالحه ماشي يا عم، بس انا خايف، انا خايف منك، انا هجيب لكم القصة من الاول كده عشان انا بدأت افهم، الشخص ده مقدم لك عرض، الشخص ده كان عنده اختيارات تانية، انت ما بتكدبش من السلطة ونقاك انت، وقال ما ارجع تاني بقى اصلح الموضوع بعد الايه الطرف التالت ده ما انسحب منه، وانت وقف له بالسيف بتقول له انت راجع تعالي نتحاسب بقى، تعملت وسويت من الاخر انا اجيب لك على غلطه، وشعر بانه العلاقه دي كان فيها مميزات كتير وهو رحل منها، العلاقه دي كان فيها 8 كوبايات ورحلت عشان كوبايتين، انا شخص استاهل جزمه ضرب الجزمه ورحلت، حتى القمر متضايق منه، وانت مسيطر على مشاعرك دلوقتي بالظبط، انت مش مفيش مشاعر، لا انت بتتحكم عقلك، يعني انت راجع لي لما التانية قالت لك مع السلامة لا تعالى بقى نتحاسب، انا عملت لك ايه عشان تسيبني، انا عملت لك عشان كذا، عشان كده هو مقدم، انت شايف ان هو مقدم لك عرض وهو شايفك ان انت موجوع وان انت هتوجع له قلبه لو هو رجع تاني، الشخص ده مغرور جدا، مغرور ليه؟ خطوة عايز اخدها، عايز يرجعك انت في حياته مرة تانية، يرجعك مرة تانية في هذه العلاقة ونحتفل ونشيل بقى ألم الماضي، بس هو مش عارف يبين ده، مش مغرور قوي ممكن نقول، لكن بيظهر ان هو مش هامه حاجة وعايز يرجع مرة تانية، اللي انت بقى تقول له ترجع فين يا عم، انت عملت وسويت، انت لسه محتفظ بألام الماضي، بص هو عايز يشيل العشر عصيان، انت بقى واخد عصايه منهم وقاعد جنبها وبتندم وبتقول لي ده انت عملت وسويت، ده انت قهرتني يا اخي، ولكن في قرارة نفسك انت عايز الاستقرار معاه، انت بتحبه، بس عمل بقى كتير بقى، يعني انت راح لواحده ثالثه، بس انا بحبك، بس انت رحت لواحده ثالثه ليه عملت كده، انت رحت لواحده ثالثه خلصت. طيب هو شايف العلاقه دي ممكن تروح على فين، او العلاقه دي مش هتروح على فين، شايف ان العلاقه دي ممكن تبقى فيها ايه مثلا، اوكي العلاقه دي هي كانت علاقه ثلاثيه فعلا، برج الجوزاء تاني، العلاقه دي ممكن تروح على ان احنا نتصالح يعني نروح بقى للعشق بقى، نرجع تاني بقى انا وانت بقى والدنيا هس هس
انا وانت بقى نقضي الليله مع بعض. و ننهي بقى اللي حصل ده، ننهي الخداع ونتشافى من الخداع ده. بالظبط هو ده اللي هو شايفه، شايف ان العلاقه دي مش هيبقى فيها رحيل، لا هيبقى فيها ان احنا ممكن نشيل الم الماضي. بالظبط، ونشيل الخداع ده ونتشافى، لان انا وانت سول ميت يا بيبي. انا لفيت، انا رحت لوحده تانية، بس انت الاساس، انت الاساس. من الاخر انت بقى شايف العلاقه انها ممكن تروح على، لسه بقول ده بس مش هاخدها بقى. خايف منه قوي برج السرطان، مقلق لان شكله يعني اختفى مره واحده. طيب الله، ناخد من هنا كمان. طب يا برج السرطان، ما انت شايف الدنيا حلوه، انت شايف ان هي ممكن تتصلح فعلا ويبقى فيها عرض حقيقي، ويبقى فيها عرض حقيقي. وبس قبل العرض الحقيقي يا حلو، احنا هنتحاسب. بالظبط فيها ان احنا قبل ما اقفل على الماضي، انا هحاسبك وهطلع بقى اللي كنت شايله في قلبي، ان انت سبتني، انت رحت لواحده تانية، فضلت واحده تانية عليا مع اني كنت مدياك 8 كوبايات. نطلع بقى اللي جواه من الاخر كده، ده اللي انت بتقوله في نفسك يعني. ولكن انت شايف ان احنا هننهي، ممكن ننهي على الماضي فعلا، ويبقى في بدايه جديده، في بدايه اصلا جديده. طيب هو النصيحه بتقول لك ايه بقى؟ بص، انت طبعا باين جدا ان انت مقلق من هذا الشخص جدا، في افكار سوداويه، ولكن هذا الشخص عرف غلطته وعرف ان هو حق حمار من الاخر. فالنصيحه بتقول لك ايه؟ النصيحه بتقول لك انعزل جوه نفسك وفكر بهدوء، بهدوء خالص، شيل بقى اللي فات واهدى، ما تصدش الشخص ده، اصبر. بص الكارتين دول، تعالى اطلع، السحر ده لما بيعمل الحركات بتاعته ده ساحر، اوكي؟ لما بيعمل الحركات بتاعته اللي هو مثلا هيطلع حاجه، يطلع ارنب من الكوبايه وكده، بياخد فتره قبل ما يعمل السحر بتاعه. فده معناه الكارت ده ان اصبر، في حاجات افضل جايه من العلاقه دي، اصبر. لان اصبر، ما تمشيش، استنى، ما تقفش، ما تعملش كده، اهدى من الاخر، اهدى اهدى خالص، وفكر كويس قوي، لان العلاقه دي بالظبط، اصبر لان في حاجات حلوه جايه، استنى عشان عجلة الحظ بتدور، وفي كاس حب هيتقدم للتاني، في اعتذار، في انا اسف، انا غلطان، في طب نرجع، طب اقدم لك ايه حقيقي يعرف لك ان انا فعلا بحبك. من الاخر النصيحة بتقول لك اقلب براحتك، مش مشكلة، خد وقتك، فكر مرة اتنين تلاتة، تشافى، ولكن ما تعملش كده، ما تصدش، ما تقولوش اطلع بره. الشخص ده مجروح على فكرة قوي، على فكرة يعني عارف غلطته، مش هزار، ولكن الشخص ده نيته حقيقية ان هو يرجع مرة تانية ليك. ده توين فليم، انتوا فعلا سولميت او توين فليم. ف انت مسيطر على مشاعرك على فكرة، وبتتحاور مع نفسك كل شوية، بس هو مقدم لك عرض، العرض حقيقي، بداية جديدة، ننسى اللي فات. فيا برج السرطان، لك حرية الاختيار طبعا، هو التاروت بيديك نصيحة، لك حرية الاختيار، يا تكمل وتنسى اللي فات، يا تفضل ماسك وخايف ومستخبي وبتقول لو جيت جنبي هغزك. يا تكمل ونستمتع كلنا بقى بكاس الحب. الو، فبرج السرطان كانت قراءة شهر 8، يا رب فعلا يندم بقى
ونخلص من الليلة دي وخير بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله هعمل قراءة خاصة، مش قراءة خاصة يعني، هتبقى في فيديو كامل عن المنفصلين لكل برج.